أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تحرص على تواصل الإمدادات الإغاثية لقطاع غزة، وطالب الوزير خلال المؤتمر المشترك بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني في التعامل مع مدينة غزة. أكيد أن عدم الاستقرار والصراع يؤهل لزيادة عدد الهجرة غير الشرعية واللجوء للخروج خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة. فيما يتعلق بالأوضاع الحالية فهناك حصار والمنافذ الإسرائيلية مغلقة تماما أمام المواطنين في غزة. مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية سواء كانت في أغذية أو مواد طبية، وسوف تستمر في توفير كل الدعم الإنساني والأشقاء الفلسطينيين. لكن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقبة الصراع كما تفضلت بالتأكيد هي تشجع على مزيد من الهجرة ومزيد من اللجوء إلى مناطق آمنة، بالتأكيد منها أوروبا دائما مركز جذب. مصر قامت بدورها على مدى السنوات الماضية منذ 2016 بمنع أي خروج للهجرة غير الشرعية من أراضيها.